مهندسون فرنسيون يبهرون زوار حديقة في نانت بإبداعاتهم الميكانيكية. يعمل مهندسون وفنيون فرنسيون على بناء شجرة ميكانيكية عملاقة تحوي 45 مجسما متحركا لحيوانات مختلفة في حديقة بمدينة نانت بغرب البلاد. هذا الطائر الميكانيكي الضخم هو أحد إبداعات مهندسين وفنيين فرنسيين يريدون تشييد شجرة ميكانيكية عملاقة تحتوي على 45 مجسما متحركا لحيوانات مختلفة في حديقة بمدينة نانت بغرب البلاد. المشروع الذي يسمى شجرة البلشون من المقرر أن يبلغ طولها 35 مترا وعرضها 50 مترا، وسيحوي 2 من مجسمات الطائر البلشون الهائلة التي يمكنها حمل الركاب إلى أعلى شجرة، حيث يكون باستطاعتهم الاستمتاع برؤية نماذج ميكانيكية متحركة لدود اليسوع والنمل والعناكب. ويتوقع استخدام نحو 1500 طن من الفولاذ للانتهاء من هذا المشروع الذي من المقرر أن يفتتح في ربيع 2022 بتكلفة تصل إلى أكثر من 43 مليون دولار. وحتى الانتهاء من الشجرة يمكن للزوار الاستمتاع بإبداعات أخرى ابتكرها القائمون على المشروع، مثل هذا الفيل الضخم الذي انتهى العمل منه عام 2007. لبرنامج صباح دجلة، سورة السري.